بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل محاضرتنا موضوع الاتيتكس ادريسنج مود طرق العنونه للذاكره او انبوت اوتبوت ديفايس او رجسترات للسي بي يو. طرق العنونه اللي اخذناها احنا حدود 10 طرق عنونه، هن اكثر من هذا الطرق، يعني جزء اكثر من 12 توصل ل 20 طريقه للادريسنج مود، ولكن احنا بمحاضرتنا اليوم نركز على العشره اللي اخذناها بالمحاضره السابقه. نطلعكم هذا السؤال اللي بمجموعة من الأمثلة اللي تتكلم لي على طرق العنونة وتخلي الطالب أنه يتعرف على طرق العنونة وشون يميز طريقة عن أخرى. واليوم أريد أوضح حالة حالة إن شاء الله وتكون مفيدة لكم، ومستقبلا هم أعطيكم فقط 5 أمثلة مثل هذه وأشوف ردود الفعل الطلاب على الحل. إن شاء الله تكون أحسن الطريقة السابقة، يعني المحاضرة السابقة، لأن جتني أجوبة قليلة ما جتني أجوبة كاملة الموضوع حل طرق العنونة. نبدي أول مثال اللي هو هذا اللي موجود عندكم، عملية تحريك موف. أنا بالمناسبة هنا أخذت الأمثلة أكثرها موف، ما بس يمكن المثال هنا إكسشينج ومرات أخذ عاد، يعني هي الأسيمبلي لانجوج بيها هواية إنستركشن كثيرة، بس هو لأني نستخدمه هو الموف لأن هو الأبسط والأسهل بالتوضيح. هنا أنا أول مثال اللي عندنا هذا ريجستر بي اكس تتحول محتوياته تروح لهذا العنوان بالذاكرة، أو محتويات العنوان هذا بالذاكرة. هسه أنا ما أريد أحسب الفيزيكال أدرس وأقول يا هو الأوفسيت وكذا، ما داخل بهذا الموضوع، بس أريد أشوف أنا عندي حركة بيانات من البي اكس إلى للذاكرة، وبالنتيجة أني أخذت 10 طرق اللي أخذناها. زين هاي يا طريقة، إذا قلنا طريقة يعني ريجستر أدريسنج مود اللي هي تقريبا أول طريقة اللي عندكم ريجستر أدريسنج مود، لا لأن هذا مو ريجستر، هذه يعني أرقام بالإكساد السمع. فإذا هنا الموضوع هذا أما يكون دايركت أو ديسبليسمنت، النوع الثاني أو الثالث والرابع، الدايركت والديسبليسمنت. زين اذا اخذنا قلنا عليه الدايركت، المفروض موجود بي اكس هذا مو دايركت، لان الدايركت المفروض هذا يكون اكيوميليتر، هذا تكون واضحه بالنسبه للطالب. اذا هذه اي اكس او اي اتش اي ال تكون واضحه بالنسبه للطالب، هذه يكون دايركت. يعني اذا رقم عندي هنا بين قوسين كبار وهنا ريجستر اي اكس، هذا يكون دايركت. ما طول الريجستر هنا مو اي اكس بي اكس ولا كان سي اكس دي اكس، اذا هذا يسموه ديسبليسمنت ادريسنج مود. انتهينا من عنده. نجي على النوع الثاني. النوع الثاني هنا انا عندي اكيوميليتر، وهنا مو رقم، هنا هم عندي ريجستر اللي هو بي بي البيز بوينتر. هذا البيز بوينتر هذا يعطيني اذا كان بيز بوينتر او بي اكس او اس اي او دي اي، اذا كان بين قوسين كبار مو ارقام ويا الاكيوميليتر او ويا اي ريجستر اخر، يعني هذا يسمى الريجستر اندايركت، يسمى ريجستر اندايركت. ما طول انا عندي هنا ريجسترات بين قوسين كبار مو بيانات ويا الاكيوميليتر او ويا اي ريجستر اخر، يسمى ريجستر اندايركت. هنا إذا كان اس اي دي اي بي اكس يسمى كلها ريجستر، او بي اكس يسمى ريجستر اندايركت. زين النوع الثالث، النوع الثالث هنا أنا عندي انا اكيوميليتر وهنا عندي بيانات. احنا ايش قلنا بالنسبه للمثال الاول؟ اذا اكيوميليتر كان سميناه دايركت، ولكن اجانا ريجستر بي اكس سميته ديسبليسمنت. هاي نفس الشيء، هنا أنا عندي ارقام بالهكساديسيمال بين قوسين كبار ويا الاكيوميليتر، اذا هذا هو الدايركت. خلاص ما طول عندي الاكيوميليتر وهنا بين قوسين الكبار ارقام موجوده، هذا يسمى دايركت، وخلص الطالب يكون يفتهمه ويقفل عليه بعد حتى ما يكون عنده ميس ماتش او كونفليكت بالموضوع حتى ما يرتبك يعني بالحل. هذا النوع الرابع هو النوع السهل بالنسبه للطلاب، موف بي اكس الى اي اكس، هاي بين ريجسترات اثنين بدون اقواس كذا، اذا هو هذا يسموه ريجستر ادريسنج مود وخلص. ريجستر ادريسنج مود النوع الاول بالادريسنج مود خلص، بعد ما
يعني المفروض الطالب يعرفه لأنه هذا من الأنواع السهلة. النوع الخامس شوية بفكرة، النوع الخامس هنا أنا عندي إندكس ريجستر اللي هو دي آي زائد فد قيمة معينة بالهكساديسيمال، وهنا أنا عندي بهاي الصفحة الجهة اليمين اللي هو ريجستر سي إكس، يعني تتحول بيانات السي إكس إلى هذا الموقع بالذاكرة. يعني لازم نحسب الفيزيكال ادرس، نعرف الموقع هذا لان عندنا الاوفسيت والالفيه نجمع حواليها. انسان ما له علاقه بالفيزيكال ادرس، بس اريد افتهم يا نوع هذا النوع اللي هو رقم 5. انا ما طول عندي رقم ويا الاندكس ريجستر فهذا يسمى اندكس ادريسنج مود، ما قلنا عليه دايركت ولا ريجستر اندايركت، لان ريجستر اندايركت يحتاج يعني بس الريجستر. هسه لو موجود هذا الدي اي بدون الالفين بدون هذا الرقم هذا يسمى ريجستر اندايركت، ولكن وجود هذا الرقم وياه اذا كان حتى عمليات ضرب او عمليات جمع او طرح او كذا، هذا الشيء احنا نسميه النوع الثالث اللي هو الاندكس، فيسمى هذا النوع يسمى اندكس، لان انا عندي اضافه الى الاندكس ريجستر اكو بيانات او ارقام موجوده مضافه او مضروبه معه. زين، النوع السادس طبعا هو المشكله هنا بين هذا النوع والنوع الثاني، يعني اكثر الطلاب يخطئون به. هذا انا اميزه النوع الاندكس انه ويا ارقام، يجوز عمليات ضرب يعني جمع كذا، هذه موجوده ويا الاندكس ريجستر اميزه عن النوع الاندايركت. النوع السادس، النوع السادس من الانواع السهله بالنسبه للطالب، ده يشوف هنا جهه اليسار او جهه اليمين حتى لو كانت بيانات مباشره او بيانات فوريه بدون اقواس، وهنا انا عندي ريجستر هذا يسمى اميديت. النوع السادس يسمى اميديت يعني الفوري، البيانات فوريه، البيانات فوريه توصل للريجستر. فالنوع المثال رقم 6 يعتبر من نوع الاميديت ومعروف وسهل شويه بالنسبه للطلاب اللي ما طول بدون اقواس كبار، فيسمى اميديت ادريسنج مود. النوع رقم 7 ان واوت يعني من بورت ادريسنج، ان واوت اذا كان موجود هنا هذا بورت ادريسنج. اذا كان بورت ادريسنج عندي نوعين دايركت واندايركت، إذا كان رقم هنا بدون دي اكس رقم موجود فهذا يسمى دايركت بورت دايركت، وإذا كان دي اكس يسمى بورت اندايركت. أنا ما أقول إن وأوت، نقول بورت، هذا يسمى هسه بورت اندايركت لأن موجود بي دي اكس. إذا كان رقم فيصير بورت دايركت، وإذا كان دي اكس يصير بورت اندايركت. اذا هذا النوع يسمى بورت اندايركت ادريسنج مود. الا رقم 8 من انواع السهله موف سترينج، موف سترينج، موف سترينج، اذا هذا سترينج ادريسنج مود وخلص، احنا ما تعبنا نفسنا به لان هذا من شكله هو موف سترينج، اذا هو سترينج ادريسنج مود وسهل المثال هذا. نجي على المثال رقم 9، المثال رقم 9، مثال رقم 9 شوية بصعوبة. هنا جهة اليمين بيأدي قوسين كبار وبيها رجسترات، هنا بيز بوينتر وهنا اندكس رجستر وبينات يعني بيانات رقمية بالهكساديسيمال. فإذا هو شامل تقريبا النوعين اللي هو شامل البيز وشامل الاندكس، فيسمى ومضروبة بالخمسين. حتى ذاكرتها الخمسين ما موجودة، هذا يسمى النوع رقم 9 البيز اندكس، بيز اندكس. اوكي، الرقم 10 ما اخذ مثال اكسشينج بدال الموف، ما عندنا مشكله، هنا عندي ريجسترات وما عندي اي مشكله. هاي يشبه من يشبه رقم 4، هذا النوع يشبه رقم 4، اذا هذا ريجستر ادريسنج مود بريجسترات اثنين بس حركه بيانات، يسموه تبديل اكسشينج يعني تبديل البيانات بين سي ال والاي ال. الرقم 11، هذا المثال رقم 11 شوية نوقف عنده. هنا أنا بس عندي ريجستر بي اكس اللي هو مجموعة البيز، بيز ادريسنج زائد رقم بالهكساديسيمال، ريجستر زائد رقم بالهكساديسيمال
اللي هو رقم 11 يشبه من إذا عدنا فوق تقريبا يشبه هذا رقم 5، ولكن هنا أنا رقم 5 كان عندي Index Addressing Mode، إذن هذا Base Addressing Mode. Base Addressing Mode لأن مضاف له قيمة عددية بالهكساديسيمال فيسمى Base Addressing Mode. هذا المثال الآخر، مثال رقم 12، نفس المثال رقم 11 بس تحول هنا أنا عندي صار Index Register، نفس الفكرة أقواس كبار، العدد داخل القوس الكبير أو خارجه، وعملية ضرب هي كليته نفس الفكرة. إذن هذا يعتمد مو يعني البيس اندكس، لا يعني هنا يعتبر الاندكس ادريسنج مود، هذا يسمى اندكس رقم 12 اندكس ادريسنج مود وخلاص، يعني بس نقول عليه اندكس ادريسنج مود، بينما هذا اللي قبله اللي موجود بي البي فصار بيس ادريسنج مود. رقم 13، رقم 13 هنا أنا عندي أنا بين قوسين كبار متغير قيمة عددية، وهنا جهة اليسار ريجستر يعني تحريك البيانات من هذا الموقع إلى الأكيوموليتر رقم 13. إذا ما طول أنا عندي أكيوموليتر وهنا قيمة عددية بين قوسين كبار، هذا يعتبر دايركت، لو كان غير الأكيوموليتر كان قلت عليه ديسبليسمنت. الرقم 14، رقم 14 أخذنا إحنا يعني أخذنا واحد يشبه اللي هو 9، رقم 14 يشبه رقم 9، وهنا أنا عندي عن الاندكس وعندي البيز ومضروب برقم، أنا ما عندي مشكلة، ورا الفارزة موجود ريجستر، إذا حركة البيانات من الدي اكس إلى هذا الموقع بالذاكرة، هنا أنا عندي اندكس وعندي البيز، إذا هذا بيز اندكس ادريسنج مود اللي يشبه رقم 9. آخر واحد هذا المثال اللي موجود أمامكم، حركة بيانات بين الريجستر سي اكس وهنا بين قوسين كبار الاس اي. زين، ما طول هنا موجود ريجستر بدون أرقام، إذن هذا النوع الريجستر اندايركت، ريجستر اندايركت واللي يشبه رقم 2، ريجستر اندايركت يشبه رقم 2 تقريبا. بس هنا كان أنا عندي البي بي البيز بوينتر، هنا بالأخير عندي الأس آي، هذا يعتبر ريجستر اندايركت. وبهالحالة احنا انهينا ذن ال 15 مثال، وأنا أعطيكم الأجوبة إن شاء الله كاملة، يعني على كل مثال الجواب ما تقدرون يعني الطالب يعيد الشرح حتى يفتهم كل سؤال على حده، وإذا عندكم سؤال أنا موجود وحاضر، وإن شاء الله أعطيكم بعد ما تهضمون هذه يعني تفتهمون هذه الأمثلة، أعطيكم خمس أمثلة مشابهة لهذا الموضوع حتى تكون إجابتكم الكل سوية، يتعاونون وينطون الإجابة عليها، ويعتبر يعني من التمارين المهمة اللي دائما احنا نجيبها بالامتحانات النهائية والامتحانات الفصلية، اللي هو كيف نحدد الأدريسنج مود. نتمناكم التوفيق، إن شاء الله نكمل المحاضرة الأسبوع القادم.